بدر، صباح المحبة، صباح الجمال والتفاؤل والإيجابية على كل المشاهدين الكرام اللي بيتابعونا وين ما كانوا داخل وخارج السودان. أهلا ومرحبا بكم وصباح الخير عليكم، صباح مليان بالمحبة، ونحن بنتنفس نسمات الاستقلال المجيد. بنهني كل الشعب السوداني بمناسبة ذكرى الاستقلال، وبالتأكيد تحية كبيرة أيضا لكل اللي بيتابعونا وين ما كانوا، وبنهنيكم أيضا بالذكرى الرابعة لثورة ديسمبر المجيدة. أكيد متواصلين معكم عبر صباح البلد في مساحات ومحطات مختلفة لليوم عبر صباح الثلاث. أهلا ومرحبا بكم، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في كل مكان، كل اللي بيتابعونا داخل وخارج السودان. صباح جديد بيجمعنا بكم عبر صباح البلد، وموضوع لليوم موضوع مهم جدا. حنتكلم عن حب الوطن وكيف نربي أبنائنا على حب الوطن. ونحن في الأيام دي زي ما ذكرت في بداية الحلقة بنتنفس عبق الحرية والديمقراطية من خلال إعلان الاستقلال داخل البرلمان في ذكرى 19 ديسمبر بالأمس، وأيضا 19 ديسمبر هي ذكرى الثورة المجيدة، الذكرى الرابعة لثورة ديسمبر المجيدة. ونحن نستصحب أو مستصحبين معنا كل هذه التواريخ وكل هذا الجمال والكفاح والنضال اللي سطروا أبناء الشعب السوداني من خلال بطولات ونضالات كبيرة. كيف نعلم أبنائنا أو كيف نعلم أولادنا من جيل اليوم يحبوا هذا الوطن، وكيف نرسخ جواهم عقيدة حب هذا الوطن الكبير، وكيف نفهم قيم ومبادئ الوطن، ومن خلال يعني استرجاع الذكريات الكبيرة والعظيمة لهذه البطولات والنضالات من 64 أكتوبر لحد ثورة ديسمبر المجيدة. تاريخ مليان بالبطولات والنضالات، أكتوبر مرورا بأبريل ولحد ديسمبر، تاريخ طويل من الكفاح والنضال و عظمة هذا الشعب الكبير المتفرد، و يعني كثير من التفاصيل الجميلة والسمحة. يعني لما نتكلم عن الاستقلال بنستصحب معانا تفاصيل كثيرة وتفاصيل جميلة، بنستصحب بطولات ونضالات كبيرة جدا لأشخاص كانوا فاعلين في تلك الفترة، رموز وطنية بارزة، إسماعيل الأسهري ومحمد أحمد محجوب وغيرهم من الزعماء أو الأسماء البارزة اللي كان لها أدوار كبيرة جدا في نيل السودان استقلال، وبعد يعني المشوار الكبير من الكفاح والنضال على امتداد سنوات طويلة جدا. يعني نحن الليلة بنتكلم عن إنه كيف نحافظ على الوطن ده، وكيف نربي أبنائنا ونعلمهم حب الوطن ده، نغرس جواهم التفاصيل الجميلة والسمحة دي، ونذكرهم بكل جماليات الثورة والنضال من 64 والأغنيات وكل التفاصيل دي.